إذن هذه التطورات. أرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من موسكو. ينضم إلي السيد إيفان كانافالوف، رئيس مركز المعطيات الاستراتيجية في روسيا، ومن القاهرة الدكتور سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك دكتور سمير، يعني ما زلنا حتى اللحظة نتحدث عن رواية تأتي على لساني طبعا وقلم الإعلام الروسي، مقتل إذن قائد مجموعة فاغنر إيفغيني بريغوجين إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو. لم تؤكد أي تصريحات رسمية حتى هذه اللحظة مقتله في هذه الحادثة، لكن إذا ما كان فعلا قد قضى بريغوجين في هذه الحادثة، هل تعتقد أنه مجرد حادث قضاء وقدر، أم هو حادث مدبر له برأيك؟ تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم والجمهور. مدبر، انا بالنسبه لي مش مفاجاه ان هو يقتل، وعندي لقاءات قلت فيها ان هو يعني لابد ان هو يقتل او يسجن. طبعا سجنه كان صعب لان طبعا في دوله عميقه مؤيده لي، ومنها ناس في الجيش والمخابرات والامن الفيدرالي، لان ما قام به مع بوتين غير مسبوق ولا يتناسب مع شخصيه بوتين، بصرف النظر عن التناول الروسي سواء الرسمي او الاعلامي لفكره ما حدث. ما حدث كان تمرد وتم اجهاضه، وكان بقياده بريغوجين، وكان معاه حتى سروفوكين اللي هو اللي كان قائد القوات الجويه ثم قائد لعمليات في اوكرانيا ثم نائبا، ثم اختفى من المشهد من صبيحه الانقلاب، ثم اليوم تم عزله، واعتقد انه يعني هيكون لنفس المصير. فكرة ان دلوقتي احنا بنتكلم تقريبا في 4 ساعات من الساعة يعني 4 بتوقيت دبي، يعني بنتكلم في 5 ساعات تقريبا. نعم. كانت كفيلة لو كان عايش ان هو ينشر على تليجرام يقول انا مش على متن الطائرة، او يتصل، او خاصة احنا بنتكلم على شخص مش عادي، يعني بريغوجين مش عادي. بريغوجين كان يعني لقي مصرعه، نجح مخططه في هذه الحادثة، ترجح هذا السيناريو؟ ده مرجح تماما، والمرجح بنسبة كبيرة، لأن ده يخضع للتحقيق، أنه مدبر، أنها عملية اغتيال مدبرة، مش عملية يعني عشوائية أو عطل فني. أما بخصوص يعني أنا كنت بستمع لتخطيط حضرتك، إن هو ظهر، ما حدش قال المكان ده في أفريقيا، ممكن الكلام ده المكان ده يكون في روسيا نفسها، في أماكن صحراوية كثيرة في روسيا. والمنطق بيقول إن هو ما لو هو في أفريقيا ما يظهرش إن هو في أفريقيا طول ما هو في هذا المكان، لأنه ممكن يكون مستهدف من المخابرات الأمريكية مثلا، من أي جهة، ده هو على قوائم الإرهابيين، يعني ممكن إلقاء القبض عليه. فبالتالي ما حدش يميل لفكره ان هو كان لسه طالع في ازاي هو كان في افريقيا، ومش ما كانش في افريقيا بنسبه كبيره، او كان فيديو قديم او متصور داخل روسيا. لكن ما قام به من وجهه نظر بوتين، بالمناسبه لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا قال انه بوتين كان عايز يقبض عليه ويقتله، قال له ده هيعمل لنا مشكله وهيزود شعبيته، لانه يعني هيبان كما لو كان ضحيه. نعم. وفكره ان نعم. بريغوجين راح بيلاروسيا، بريغوجين لم يذهب الى بيلاروسيا. ورئيس بيلاروسيا بعد ما قال هو وصل وانا استقبلته، رجع وقال انا ما اعرفش عنه حاجه اصلا، ما دخلش عندي. طيب. فبالتالي بريغوجين تحت التحفظ خلال من بعد الانقلاب حتى الان، واي ظهور ليه مع في مجموعه القمة الأفريقية الروسية كان تحت التحفظ، لكن بيسيبوه يقابل حد عشان ياخد لقطة، عشان بوتين عايز الناس تنسى تجاوز ان هو كان يريد الانقلاب عليه. انتقل للسيد إيفان. اهلا بك من جديد سيد إيفان.
كيف تقرأ هذه الحادثة؟ كما ذكرت قبل قليل لا تصريحات روسية رسمية حتى اللحظة تؤكد أنه قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان على متن هذه الطائرة، لكن إذا ما افترضنا أن ما يرد أو ما يأتينا من أنباء عن الإعلام الروسي هو حقيقة، وأن بريغوجين بالفعل لقي مصرعه في حادثة تحطم الطائرة هذه، هل يكون هذا قصاص بوتين لبريغوجين؟ بما أن الوضع لا زال يتطور وهناك معطيات ترد تباعا ولم يتم تأكيد هوية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، هناك قائمة فعلا بالركاب، ولكن هل صعدوا إلى متن الطائرة أم لا لم يؤكد ذلك. ثانيا، نحن في روسيا اعتدنا على أن نعتمد على المعطيات والبيانات وأي معلومات حول طبيعة ما جرى. طبعا خارج روسيا وفي الغرب يحاولون ابتداع قصص وروايات من أجل تشويه صورة روسيا، وبالتالي في الوضع الراهن والآن لا يجوز التعليق على ما جرى، لأن لا نعرف ما الذي حدث ومن يقف وراء ذلك وكيف وما الذي جرى للطائرة. دكتور سمير، يردنا الآن عن وكالة تاس، الطائرة الخاصة كانت في طريقها من مطار شيريميتيفو إلى سانت بطرسبرغ. بكل الأحوال حتى وسائل الإعلام الروسية الأخرى التي أكدت مقتل بريغوجين على متن هذه الطائرة تقول أن هذه الطائرة كانت متوجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ. إذا أيضا نعود إلى فرضية مقتل بريغوجين على هذه الطائرة، كيف نفهم وكيف تقرأ وجود بريغوجين في روسيا في رحلة على متن طائرة خاصة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ في هذا التوقيت في هذه المرحلة بعد كل ما جرى؟ أنا وجهة نظري إن من يعني إفشال محاولة التمرد أو التمرد ومحاولة الانقلاب، وبريغوجين مش سيد قراره، يعني لا بيتحرك بإرادته ولا بيسكن براحته ولا بيكلم ولا بيتصل ولا أي حاجة. ده وجهة نظري، والأيام قد تثبتها أو تنفيها. من يتحكم بتحركاته؟ وضعه داخل طائرة رجال بوتين. مش عايز أقول الإف إس بي الأمن الفيدرالي، لا دي رجال خاصة ببوتين، يعني رجال أمن خاصين ببوتين، ممكن يكونوا من الحرس الرئاسي، لأن بريغوجين أحدث اختراق داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية لا يتخيله أحد. يعني حتى المخابرات اللي مفروض كانت تكشف أعمال بوتين اكتشف أن حتى جنرالات في المخابرات ومنهم سلوفكين متعينين في 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 فاغنر وبيحصلوا على رواتب، وده مخالف للقانون. فبالتالي وضعه في طائرة، هو مش حر إرادته، حلوا له هتركب الطائرة تروح سان بطرسبرغ، الطائرة انفجرت في خط السير. لكن انا ضميري مستقر ليه ده، وانا يعني الضيف بيقول غربيين، انا شرقي، انا من لا انا يعني لا انا روسي ولا امريكي ولا اوكراني، انا بشوف انا بحلل اللي بيحصل، وحللته معاكي مع حضرتك يعني والزملاء من بدايه العمليه، وكنت دائما محايد يعني. وحتى لو انا يعني لازم اكون روسي عشان اكون مع بريغوجين او ضد بريغوجين. انا عايز بس اضيف معلومه، مش عايز اقول اصلح معلومه. فاغنر أسقطت 7 طائرات وليس طائرة واحدة، منهم طائرتين مي وطائرتين كي 52 وطائرتين مي مجهزين حرب إلكترونية، وطيارة نقل أعتقد أنتينوف عليها أعتقد 9 أفراد، والموضوع يعني قتل فيه تقريبا 9 طيارين، ده غير الكرو يعني اللي هو اللي كان مع الطاقم في الطائره التي تحمل الركاب. نعم. بريغوجين كان عايز يوصل لمخازن صواريخ نوويه تكتيكيه ليستولى عليها
ويهدد به حتى بوتين بالنووي عشان يبقى نووي مقابل نووي. ما قام به يعني مش ممكن كان بوتين يعني يغفره، وخاصة ان الخلاف بينهم لمن يتابع من قبل بداية السنة يعني التراشق بالضمني والصريح وصل لمرحلة حتى ان هو يتهم رجال بوتين بالخيانة، ويتهم بوتين انه يعني رجل عجوز وفقد قدرته على اتخاذ القرار وضعيف، وانه دمية في ايد تشويجو ومجموعة القادة جراسيموف وخلافه. فكل يعني القرائن وترقى للأدلة الحقيقة بتقول إنه مدبر، وإنه دي عملية اغتيال صريحة، وكان لازم واحد فيهم ينهي على الثاني، يا إما بريجوجين كان نجح وانقلب على بوتين، يا إما يعني بوتين يغتاله. وأعتقد الغلبة كانت لبوتين حتى الآن، لكن أنا أعتقد ده بداية أحداث تانية، لأن زي ما قلت لحضرتك بريجوجين لا يمثل شخص، يمثل اتجاه في الدولة العميقة من الأولجارشيا، رجال الأعمال اللي هم تضرروا من العقوبات، وشايفين أن بقاء بوتين محافظ على دائرة مصالح حواليه لا يستطيعوا اختراقها، وأن يعني مشاكل يعني بقاؤه يعني أكثر من مشاكل رحيل. دكتور سمير سيد إيفان، أرجو منكم التفضل بالبقاء معي. طبعا نحن سنتابع في هذا النقاش والتحليل، لكن نتابع أيضا المستجدات مع مشاهدينا. أظهرت الصور المأخوذة من موقع فلايت رادر 24 أن الطائرة مجهولة الهوية كانت تحلق شمال غرب موسكو ثم اختفت فجأة عن شاشة الرادار. نشاهد. إذن تابعنا مسار هذه الطائرة على الخريطة. أعود لضيفي سيد إيفان والدكتور سمير. سيد إيفان، بوليتيكو قبل قليل نقلت عن مصادر غربية كنا نتوقع أن تتخلص القيادة الروسية من قائد فاغنر، هذا أيضا ما كان يحاول شرحه دكتور سمير ضيفي قبل قليل، وهو الذي يرجح سيناريو وفرضية تصفية بريغوجين من قبل الكرملين، من قبل بوتين. ما رأيك بهذا الطرح، وكيف نفهم أي قرار لتصفية بريغوجين في هذا التوقيت في هذه المرحلة بعد اتفاق مع بيلاروس، ويعني اتفاق بدا أنه يناسب كل الأطراف؟ أنا أكرر مرة أخرى، لغاية الآن لا توجد أي تصريحات رسمية إزاء ما جرى، ولا توجد أي معطيات حول مدير شركة فاغنر يفغيني بريغوجين. والآن هناك من يعلن أنه تم أن بريغوجين قتل، مع أنه لا توجد أي تأكيدات. والزميل من مصر، ضيفكم من مصر، يدعي أنه هناك احتمال أنه تم الزج ببريغوجين عنوة في الطائرة ومع حراسه وتفجير الطائرة أو إسقاطها، لذلك هذا ضرب من الخيال ومن غير المنطقي أن نناقش هذه ما جرى دون أن تتوفر لدينا المعطيات الكافية. أود أن أقول أن مجموعة فاغنر خرجت من منطقة النزاع في أوكرانيا وانتقلت إلى بيلاروس، واليوم هي تتولى تنفيذ مهام عسكرية أخرى، وبالتالي مجموعة فاغنر لا تؤثر قيد أنملة على ما يجري في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأنا أفهم أن الغرب يتمنى أن تبدأ في روسيا حرب أهلية، هذا لم يحدث عندما حدث انقلاب في 24 من يونيو،
وذلك بفضل إدارة الرئيس فلاديمير بوتين عندما حدد موقفه بشكل واضح إزاء ما جرى وعمل على تجنيب روسيا الحرب الأهلية. وكما تعلمون كل الذين كانوا في مجموعة فاغنر عبروا عن دعمهم وتأييدهم لقرار القيادة السياسية الروسية، لكن الغرب يحاول طمس كل هذه الحقائق ويحاولون خلط الأوراق. هنا في روسيا نحن نفهم كل شيء، وبالتالي عن أي تبعات تتحدثون لن يحدث أي شيء.